دخل مرحلة جديدة في الحياة، بات له من العمر 21 عاما، صار مسموحا له أن ينتخب. تجربة سيختبرها ربيع للمرة الأولى في حياته. عم بحس حالي أكثر مسؤول، عم بحس حالي إنه أنا شخص يمكن إلي صوت، وخصوص إنه هذا القانون الجديد عم بيراعي هالموضوع، يعني بالنسبية بيفرق عن الأكترية إنه صوتك إله صدى أكثر من قبل. في لبنان وخلافا لقوانين الكثير من دول العالم، لا يسمح للشباب بالانتخاب دون سن 21 عاما، وبما أن الانتخابات في بلاد الأرز لم تجرى منذ 9 سنوات، زاد عدد الناخبين الشباب 800,000 ناخب. نظرتي كيف حاختار الأشخاص اللي حانتخبهم حتتكل أكثر على نظرتي للمستقبل، أنا مش حاطلع بعد يومين أو بعد شهر أو بعد شهرين حيفيدني ولا ما حيفيدني هذا الشخص. لكن سيلفانا ستفوت عليها التجربة الأولى، لن تنتخب، تقول إنها لن تراهن على مرشحين لن يجلبوا لها التغيير. لدخلت الجامعة كان بدي واسطة، وحتى إذا بدي أتوظف بدي واسطة. أنا الأشخاص اللي بدي انتخبهم ما حيخدموني، ولا بحس إنه رح يخدموني مثل ما خدموا أهلي. حسين دخل نادي من يحق لهم الانتخاب للمرة الأولى أيضاً، يقر أن التغيير صعب لكن المحاولة واجبة. ما عندنا هذا الفكر التقليدي تبع أهلينا، يعني حابين نشوف أشياء مختلفة، ما حابين كونسبتين بس على فكرة واحدة أو أنه ننتخب جهة واحدة. حملات كثيرة تحث الشباب على المشاركة بالانتخاب. الرفاق الثلاثة مدعوون ببلدة صرفان جنوب البلاد لحضور عرض مسرحي مرتبط بالانتخاب. هيدي الحملة أساسها وهدفها بتهدف أنه تعرف الشباب اللي هن عم بيقودوا الحملة الانتخابية لأول مرة لعمرهم بين 21 سنة و 29 سنة عن أهمية دورهم الانتخابي، بتشرح لهم عن قانون الانتخابات الجديد. مين قال لك أنا بدي انتخب؟ بدي أقرط مشوار على الضيعة مدري قديش ساعتين ثلاثة على الطريق كرمال انتخب ناس مأكد أنه هن ذاتهم رح يرجعوا يربحوا، وفوق هذا كله بيع صوتي. تفكرك أنه هيدي الشاب سهل انه هن نحن بيخدمونا وبنتخبهم وخلصت القصه؟ لا حبيبتي مش هالقد، نحن هذا الانسان اللي بيقول لك هيك هو انسان فاسد، انت مش لازم تنتخبه ابدا هذا الشخص. كتله شبابيه وازنه يمكن ان تصنع فرقا في انتخابات لبنان، الرهان على هذه الكتله. هل ستصوت طائفيا وحزبيا ومصلحيا ام سيكون لها راي اخر؟ لبرنامج اليوم على الحره، مصطفى عاصي، جنوب لبنان.